بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولد ابنه درس انت النواس وما إراك الله ندرس لموت واني جيني رمضان سبتون رمضان يرقمون واني أغرتني بيكمون مال جيني رمضان واني بيكمون باتين بيون يوكان جيني أغرتني رمضان درا شعبان كجل أمسون صدوم قوتوني أكما رسول ربي جان عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا يو باتي أغرتن صوما يو باتي أغرتن هي كاجرا فإن قم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يو إسنين ردو مساعي إسنين تقديا قوكسي باتي شعبانا سنصدما قوتت لاجان رسول ربي عليه الصلاة والسلام حادي ابن كوني كمسلمي مرة علي ذالة واحدة نمني أمو باتي أدعو في أرقه نمتهمو تو إسر رجلا يو نمني إرى فلأتي فلأتي وكيم متى أفيتي صومو قباج علماني قرين لك أمت الرنبهيني أمت ما ولين صومو قبا والرجل الليهن جرا صومي قويا نمني صومي صومني غاف نمني هي كهي كنجت وانجروف أدبايوهن قبو جال نمني قرين أمو أغرتني لأيفتي ها صومو مالي إيقا باتي جاو فيتين أرقه صومو قويا سني إسر رجلا يو نمني الليه رقا إساف الأتشول أبيان. طيب أركان الصيام صوم للآبك أبا تابد إسامال الصيام له ركن واحد صوم تابد إساوى تكو فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس نمني أقرتني صومني ركني الإسا ربي فأقرتني أفقبوان صوم نمر راهي كرة يرو أغرتني فجر بيو صلاة صبيتي فأزانا لمو أزانا سنرا هاقا أدون إيتوتي واني أغرتني فجر لمو تجنف مال فجر تقو كدرات تجرا سوني أغرتني نياتنا من لوقو أكم حديثة كيسات الوفي كلموك أغرتني صلاة نقهو سنتو إسرع إيقلني هاقا أغرتني قلقلاتي ربي فنيتني وانسو من من راهيكو إراوف قبطويو ما جل أما ركني صومات جل أما على من يجب الصيام نمني صومني إردت درك أمته وإنه الصيام يجب أداء الصيام يجب أداء على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع نمني صومني درك أما إردته نما سيرة كننكب نما مسلمة نما أما اللي بلقي بك نم نقهو جاي سدفان نما أقلي قبو أفرفان نما دندتي قبو شنفان نما كيجر جهفان نما وان سوما إسألو قرابلسة كوني مرتنو واجهة هندو بتمجرة واني جهان كوني فهذه ستة أوصاف صفة أغرتني صومي نمرت وجبوا واجهن دبتم يكوني مسلمين بالغين عاقلين قادرين مقيمين خالي من الموانع كان دب كان جتشواني أغرتني صومي نمرت وجبون وانجهن كان يوك أباتا مسلمة يوتين طيب مسلمة يوتين جتشو مالي فأما الكافر فلا يجب عليه الصوم ولا غيره حال كفره نمت أغرتني كافرته صوم يسرت وجب وكم عبادان بلا يسرت دركمنتين ولا يلزمه قضاؤه بعد اسلامه اي اسلام مسين له صوم كرس جل اترسن قضا باسين جنن لان الكافر لا تقبل منه العباده حال كفره نما كافرته عبادان يروا ان كفره كسجر سن الراهن قبلمت لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ربنا كان يلي سورة توبة كيزت واني أغرتني وان إسان كنة إراك إبلو لو قمال إسان تربي في رسولة كفرا ربي في رسولة ددا كنافنا مكافرة
إرت وجب واني مسلمة جنين فالا نمتا مسلمة إنه كافرة ولا يلزمه قضاء العبادة إذا أسلم إيه إسلامته عبادة سنقضى باسو اللين سنقبض ربي كأنتو أكنجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قص سلف سورة أنفال كيست جدي ور ربي تكفر كنان يو إسان سيرماني ربي توبتني ديبن وانت لمال ربي ساني إيسا لكنه يعاقب على ما تركه من واجبات حال كفره يوكا كفره رد وطاة وانقاف كفره رجل إيسا سن رد أدبني سرت ديما قويا قياما لقوله تعالى لأصحاب اليمين وهم يتساءلون عن المجرمين ور مجرما إرى ورقافتني ور مرقاج ربين كينا مجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين سورة مدثري كيست أكنج ربين ما أنتو أزابة سنسين سسكري سنسين سألي وقافة ور أزابة سينكون مجن لم نكن من المسلين بنا نتو صلاة الأبي قافة دنيا رجل صلاة دني مسكين أن يأتشسوا لمني ور أقرتني إسلام ما في رسول الله إسان كشنا قوني وان إساني دبتات الرئي ويا آخرا خنال لك جبسيبني إيه قدوتي نتلفتي أغانا يقين التو أغر رجال فذكره ترك الصلاة وإطعام المسكين من أسباب دخولهم النار أسيت أقرتني صلاة دبتش مال صلاة في أقرتني مسكين أن يأتشسون كوني سببا عذاب إبدسينو إساني تادي يدل على أن لذلك تعثيرا في دخول النار عذاب سينو كان الرد إسان الرد أرقام والنكون بل إن الكافر يعاقب على كل ما يتمتع به من نعم الله ور كافرا طول ربي نتقول من الرأي الرد قافتما الرد أدب فلت ربي اندلت من طعام وشراب ولباس والرب إساني كن ناتا في الأقاتي وفتكنا أكما ربين كهنجا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وحسنوا والله يحب المحسنين ربين كهنجا ماجد ولا رب التأمني ولا دلقا قاري دلق الروانيا تنيفيد وقال الركيزة هما إسان الرنجير بدي وي يا رب صداتا يا رب التأمني دلقا قاري دلقني أمس ربي صداتني ربي التأمنني ربي وفي صدات ربي ورطلتو حجة جالة جد ما سيانك ور مؤمنا جدشون كوني مالي نوان ناتني فوان وغن كيستي مالي ركا جيلجا ور كافرته كان الرد قافة من جدشو على ثبوت الجناح على غير المؤمنين فيما طعموا نمني مسلمتين وان ناترت وان التجرات كان الراني قافة من جدشو ولقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة جد والربين أقرتني تلتكنا قبروت وفيتي فرقم سيسكنا إن تحرام قل أوان قالي رزكي إرى إسهي ورنت أماني في دنيا آخرت الله ورنت أماني قفا في جي ربي أما اللي ربي ما جد للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ورب التأمان إسان وقفا فيه يدل على أن الحكم في غير المؤمنين يختلف عن الحكم في المؤمنين في المؤمن ور مؤمنا تيني في مؤمن أقرتني مرتين إساني أداني ولكن أكن حاجن مليهن قافة من إبادة أقرتني دلقوا لبن كان الرتين قافة من اللي وجني ولكن إذا أسلم الكافر في أثناء رمضان لم يلزمه القضاء نمني كافراتكو يوجي رمضانا كيس إسلامتي قدا باسوني سنقبت إذا أتلفي أثناء اليوم لزمه الإمساك دون القضاء قويا أتشدر درك أدام باسو وأن أمو إسر رجل قويا سنعتر رأفق أبو قبا يو قويا إغباري إسلامتي حقا قويا حفيسا رأفق أبا ولا يلزم فإذا أتلم عند زوال الشمس مثلا يو يقعدون أقرتني كتة إسلامته قلنا له أمسك
بقية يومك وان بياك انك قاعد كان الرا افقبي ولا يلزمك القضاء فنعمره بالامساك لانه صار من اهل الوجوب والرواجب الراته ان اقرتني الرا افقبي جنم لك قضاء ويا سنين باس ولا نعمره بالقضاء لانه قام بما وجب عليه وان سر الدرقمته لابته سنمال وهو الامساك منه اسلم وان اسلام ما ترى افقبه اسلام ترى يروسن الرانيا ترى افقبه ما لبن يسرجلو ويا سني في ويا تشدر ترله قدا باس انسان جن ومن قام مما يجب عليه لم يكلف بعباد اعاده الاباده مره ثانيه نمني اغتني وان افيدن ده هو واجبات لابته عباداتنا لموده بسجد ترتي دركمني تنكنم املك كلامه ما غرتني اقلي قباچ جن اقلي نمال فهو الوصف الثاني للوجوب وان غرتني صوم لدقه من امتي تهوي اقلي قباتن الاقل ما هو ما يحصل به الميز اي التمييز بين الاشياء اقلي انت وقدام باب ثاني قباچ نمت فان لم يكن الانسان عاقلا نمي وتكو اقلي قباتن فانه لا صوم عليه صوم يسرنجر كما انه لا يجب عليه شيء من العباده سوى الزكاه زكاة قفا قرتني نمك لنكم للرا يو دنيا قبات الربا سمالي واني ستجر انجر ومن هذا النوع أن ممن ليس له أقل أقلين أقرتني نمني إساف انجر كيوكين أقرتني أقلين إسر راديمي ما قدما إسر راديمي هما إسر انجر فلا يلزم صوم صوم تليه هدركما يتنكنم ناكسو تليه هدركما يتنكنم لأنه ليس من اهل الوجوب اني ورا اغرتني درقمني اساتك النمر رايمت هذا كن اغرتني كلامود اما الوصف الثالث فهو البلوغ وصف لم امو اغرتني بلغوا جتم بك لم نغيو غيو سن مالي نرغم توكوا صديحتي نرغم نمشي وغا كل شانغوتو يو كان قام ايسا سالا كنرتي ديفنسيفو يو كان منيين نما توكون يسرابو yoo dubartiitee ammoo kana sadiin illee qabaattee ka afreesso agartanii aadaan dubartii ka heydii jedhamu sun itti dhufu yoo aadaan dubartii ka heydii sun itti dhufe soomni irratti wajjabee jira ka afreesso ammoo maalin fahuwa an yakuna alinsaanu qaadiran ala soom namichi tokko sooma irratti dandeetti qabaachu rakkoo tokko malee soomuu danda'u namni soomuu hin dandeenne dirqamni isairra hin jiru نمني اغرتني اوكا دلبي وهيت الصوم دلبي دلبي نساس كيران قال لي من قد ما فا ديبي الرفيون كجل من فايو قبات فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا وياتك مسكينا ناتسه عدد غيات فان كان الشهر 30 يو ويا صدوم صوم دلبي اغرتني اطعم 30 مسكينا مسكينا صدوم ناتسه وان كان الشهر 29 يوما يو دي جين امو بي يسومي ويا دي قدامي سقلتي اطعم 29 مسكينا مسكينا دي قدامي سقل ناچسا اكت ناچسو اغرتني مدي تاكا كن لابجتش يوكان لانا قزي توكو وان قزي توكو ناتا وان اتقلة ولين ناچسا جتش كا اتقانو اغرتني مالين اما الوصف الخامس يكون مقيما نامتش كي اجراتش كفالا سني امونا ميتش مسافرات نميتش مسافرات سومن رتي وجب نمني غندا وفي دي سيدي ومن كان مريضا او على سفر في عده من ايام اخرى ربك كنجي نمني اغرتني دكبقب يو كان املجرو ويام الاها صوم وقف سنيك هاتو يو رت جباتن علماء غريب ان جان صومت ارجع لجدان مالف حديثا اغرتني ابي الدرداء رضي الله عنه قال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان رمضان كيست رسول ربي والإنتان في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة نملس ومنجر جلي إمالسا كيست رسول ربي في عبد الله بن رواحة ملي يوكا إرت جباتتين ميكي صومسا هيكوت إسابر باجي سئر رسول ربي أقلتني كانت صومي نما ميري إلا رسول لي ايغاسي مال غوليري صوموا فيه كبيت ملسي ملت
ثم قيل له ان بعد الناس قصام نمي قالين سو ما قبل جنان فقال اولئك العسات اولئك العسات سني والريكاتي سني والريكات يعني حديثني كمسلم امس كجهسو اغرتني وسفين اكرامالين اي يكون خاليا من المواني وان سو ما نمدو غر انا متشكوني بليستو سني دبرتي قفلاله مالين فيترط في وجوب الصوم عليها اداء صوم رمضان كاما كيسجر كان صوم دبرتي رت يوم وجب هيدي اغرتني اذان زيو الرنجراتين يوكادت اذان دياسون الرنجراتين فان كانت حائدا او نفسا فانه لا يجب الصوم صوم رت وجب قدا باسط رت وجب مالي اليست اذا حادت لم تصلي ولم تصم يود اغرتني اذان تيفو ان صلاه الله ان صمت الله يا رسول ربي عليه الصلاه والسلام حديث البخاري كذا فاذا حدث المره فلا صوم عليه يوك هيد تتوات صوم يهيد رنجرو ويا اغتني برا قضا بافتمال اما سرت وان نياد النمال ان بعض النساء تطل في اخر الليل اخرها الكليت انت اغتني اذان سي رابه تدبرتي غري هم بيتك رابه لكن سو سن نكلت بريد اما يغنقتين صوم النافن توجت ويا صوم سن سوما مالي سوما ديفته اولتيجا سونيامو دوغوغورا ديكاچولي باتو ايغا اذاني صبي بهمبو دالي ديكاتي ايغا صلاه صبي درتي رالاباته وياسن سومو قبدي اما لي دوبتين غارين ان تكون صائمه ان بعد النساء تكون صائمه فاذا غلبت يؤدون دي تم لي دوبتين غارين ادون غدي ديته او سوما غريما صلاه نفا اداو تدف سومني وياسني هنجريت دوبين اكاسيميت ايغا ادون غديته صومني قياساني اغرتني نجرا هذه ستة اوصاف اذا اجتمعت في الانسان وجب عليه صوم رمضان اداء يومني اما جهنجن كوني نامت قررت ولك بامته يوسن رمضان لفكان صومني سرت دكما ولا يحل له ان يفطر فطرون اسافهم قيو فان تخلف واحد منها وان اما دبن كنرا يوكوا كيسائر تنتاته فعلى ما سميت اكمل اجت سنتي وري اذيك ابو اغرتني هيكو دنديا وري اذيك ابو هيكو دنديا اما لبني سن بيت مالين تارك الصلاه صومه ليس بصحيح نمن اغرتني صلاه تنقم صوم نساء سيابت يسرهن قبلم ان كافر اسلام مره دي باجر ربنا كان اجر فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين يو إسان توبتني صلاة الأباني زكاة بافتن أبليين كيسان أمنتي كيسات جد يو كان أبليين ما ننجرد أما لرسول ربي ما جل على أحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر واني جدوك إنا في جدوك في راجل صلاة نمني صلاة الإيسي كفر يجل جان واني أما اللي أقرت نجعل حديث مسيح كيسات بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة واني جدونا متشاتي في جدو شرك كفر أدام باس مال صلاة مالإيسو جان صحابان هدو أكنا جاني جران قال عبد الله بن شقيق رحمه الله من التابعين المشهورين عبد الله بن شقيق يعني لم تكن ورا تابع ورا صحابه قبل راي ماجد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاه صحابه الرسول ربي وان ايسن ما كفر في صلاه ما لوان بدان اغرجان ولا هذا فاذا سمى الانسان ولا يصلي فصومه مردود لم تكن كان صلاه انه كصوم تاته صوم نساف لان غير مقبول ولا نافع له عند الله يوم القيامه قياك يا ما اسم فيد ونحن نقول له صل ثم صم صلاتي اجتي صوم اما ان تصوم ولا تصلي فصومك مردود عليك يا انا مت صومك وفي صلاه صوم ربي سرهن قبلوا بك لان الكافر لا تقبل منه العباده نمت كفر عبادان الران قبلم تجاني درس انت نتلمون لي اسيت لابت توان صوم الرافدنو هذا درس انت ولد ابنك نغت ترى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.